السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. موضوع اليوم راح نتكلموا على خبر اللي انفرد به موقع جول، الخبر اللي انفرد به موقع جول السعودي حول انه عقد اللاعب يوسف البليلي لم يفسخ بعد، حيث عنونا موقع جول العقد ووصفوا الخبر. قبل ما نتكلموا عن العقد وصفوا الخبر انه خبر خاص، يعني خبر حصري من موقع جول، العقد لم يفسخ بعد، موقف الاهلي اقوى في قضية بليلي. هنا يقولوا باللي موقف الاهلي اقوى في قضية بليلي، تطورات مفاجئة في قضية اللاعب الجزائري. اكدت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن عقد الجناح الجزائري يوسف بليلي مع النادي الأهلي السعودي لم يفسخ بعد، إذ لم يصدر حتى الآن قرار المحكمة الرياضية بشأن القضية المثارة بين الطرفين. وهذا الخبر يأكد بلي مجرد يعني إشاعات انتقاله لأندية الأهلي والمصري والزمالك وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا وإنجلترا وكذا وكذا وكذا، مجرد إشاعات فقط، حيث أن العقد لم يفسخ، ما يقدرش يروح يعني يوسف بليلي نادي اخر بدون ان يفسخ العقد، وكي يفسخ العقد لازم يدفع مبلغ مالي محدد ومعين. الاهلي كان قد ضم بليلي صيف 2019 بعد تألقه الملفت مع الترجي التونسي ومنتخب الجزائر، لكنه لم يقدم الاداء المنتظر مع الفريق، وقد رفض العوده الى السعوديه بعد استئناف الدوري السعودي عقب توقفه لاربع اشهر تقريبا بسبب جائحه كورونا. وقد تقدم اللاعب بشكوى للاتحاد الدولي فيفا لكرة القدم فيفا، يطلب فيها فسخ عقده مع الأهلي لعدم حصوله على رواتبه لمدة شهرين، وبعدها تقدم النادي بشكوى ضد اللاعب. يعني الأول اللي بدأ هو بليلي، رغم أنه موفر له طائرة خاصة باش يرجع للسعودية، لكن هو اللاعب رفض، وبنت له هو يعني بين قوسين هذه بالدرجه تاعنا شطاره، يعني نعاود نشكي بهم على جال عنده شهرين. لكن النادي كان سريع، وكان موقف النادي لحد الان موقف قويه باش نهضروا الصراحه خوتي، احنا رانا صح ولد بلادنا، وماذا بنا يوسف بليلي يرجع ويتالق ونشوفه ان شاء الله في اوروبا. بصح حقيقه قال موقفه صعب صعب جدا. وبعدها هو يعني هاو هنا يقولوا باللي لعدم حصولي على رواتب لمده شهر، يعني هو يسالهم شهرين، لكنهم هما واش داروا؟ وقال لك وبعدها تقدم النادي بشكوى ضد اللاعب لعدم حضوره الى جده للانخراط في التدريبات رغم توفير طائره خاصه لنقله. يعني كما قلت لكم خوتي، اهلي السعودي اهلي جده السعودي عمل كل اللازم باش يرجع بليلي للنادي تاعو، لكن بليلي طريقه غير احترافيه منه، وهذا اللي راح يخلصها غالي صراحة. الأمور ما تبشرش بالخير صراحة، الأمور ما تبشرش بالخير. مصادر جول أوضحت أن موقف النادي الأهلي أقوى كثيرا في القضية، وهو ما دفع اللاعب ووالده حفيظ بليلي الذي يدير أعماله، وكيل أعماله حفيظ بليلي الذي يدير أعماله كذلك، إلى محاولة الوصول لحل ودي مع الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة. مصادرنا أكدت رفض الأهلي تلك المحاولة وإصراره على المضي قدما في شكواه التي طالب خلالها بالحصول على تعويض مالي قدره 5 ملايين دولار. أمر ليس سهل، بليلي في ورطة كبيرة، 5 ملايين دولار، أمر صعب 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 جدا. لازم بليلي باش يقدر يفسخ العقد لازمه يخلص 5 ملايين دولار، والآن الكرة في ميدان الأهلي، يعني شكون اللي القوي؟ القوي هو نادي الأهلي. موقف بليلي موقف ضعيف ضعيف جدا للأسف. نتمنى الخير ليوسف بليلي. في الأخير ملتقانا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.